ما بين مقررات القمة العربية اللي عقدت في البحرين النهاردة، القمة 33، وما بين مرافعات في أمام محكمة العدل الدولية النهاردة وبكرة، هيدور النقاش مع ضيوفنا اللي مشرفينا في مساء دي أمسي هذه الليلة، دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. وسهلا بك. والأستاذة نرمين سعيد وهي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور صلاح، أبتدي مع حضرتك بالمسرح الدولي. مقررات قمة كانت واضحة في لهجتها، كان في وحدة في الموقف العربي ومفاوضات معلقة. اتحاد أوروبي رافض ويقول صراحة لإسرائيل أنه غير موافق على أي عمليات تجري في رفح. محكمة العدل الدولية النهاردة شفنا جلسات، وبكرة هنستمع لباقي المرافعات من بينها مرافعة إسرائيل. الحقيقة مهتمين نسمع الحقيقة ممكن يكونوا هيقولوا إيه يعني، وعمليات لا تتوقف على الأرض. في ظل كل هذه المعطيات، شايف الأفق فين وإيه؟ بداية مساء الخير لك وللزميلة نرمين وأيضا لكل المشاهدين، وشكرا على هذه الاستضافة وعلى التغطية دائما من القنوات المصرية وقناتكم الموقرة لكل ما يجري من حرب إبادة جماعية غير مسبوقة بالتاريخ الإنساني. شكرا كما على واجب ذكرت. قضيتنا. نعم، نكمل بعضنا البعض، شكرا لك. ونعم، في ظل هذا المشهد الدولي الذي ذكرتي، إسرائيل باتت أكثر عزلة، هي والولايات المتحدة الأمريكية. لم يبقى أحد في هذا الكون على المستوى الشعبي أو المستوى الدولي والمستوى الرسمي إلا ويدين جرائم الإبادة الجماعية واستمرار العدوان لليوم 224 على التوالي، والذي ارتكبت فيه دولة الاحتلال جرائم ترقى إلى مستوى جرائم إبادة جماعية واضحة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أيضا عدوان مستمر، باعتبار أن قطاع غزة منطقة محتلة، وبالتالي هذا لا ينطبق عليه قواعد الحرب الكلاسيكية، وإنما هذا عدوان على الشعب الفلسطيني. وفي اللحظة التي بدأت فيها إسرائيل هجومها على المدنيين، هي تعمدت استهداف المدنيين، ارتكبت أو حصيلة جرائمها وصلت إلى 35 ألف شهيد ويزيد، 15 ألف طفل من بينهم، وعشرة ألاف سيدة، وأكثر من 147 صحفي وصحفية، و197 من العاملين في الفرق الإنسانية ووكالة الغوث، إضافة إلى 300 من الأكاديميين والمعلمين، و500 من الأطقم الطبية، واعتقلت 11 ألف من المواطنين، 10 ألاف إلى 15 ألف مفقود تحت ركام منازلهم التي دمرتها الاحتلال دون سابق إنذار على رؤوس قاطنيها، في ارتكاب لمجازر ارتفعت عن أكثر من 3500، تدمير ل 80% من مباني ومنشآت وأعيان قطاع غزة بهدف جعله منطقة غير صالحة للحياة، عقوبات جماعية فرضت على المدنيين، لا كهرباء، لا مياه، لا تدفق للمساعدات الإنسانية، مجاعة، أوبئة وأمراض، تدمير لكل الخدمات، الماء، الهواء، التربة، الصحة، التعليم، الزراعة، الصناعة، كل شيء. وتستمر فصول هذه الجريمة في ظل عجز دولي عن وقفها، رغم أن محكمة العدل الدولية اتخذت تدابير مرتين بضرورة وقف هذا العدوان وحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وأيضا هناك قرارات لمجلس الأمن وقرارات للجمعية العامة اتخذت من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية ووقف العدوان على المدنيين وعلى الشعب الفلسطيني. إسرائيل لم تلتزم بذلك، حتى أن ردها اليوم على تدابير محكمة أو النقاش المرافعة في محكمة جنوب أفريقيا بإدخال فرقة جديدة إلى رفح، فرقة 78 بماضي في جرائمها في توسيع عدوان. يعني هي تقول عملية محدودة، أن عن أي عملية محدودة، وهي تحتل الآن تقريبا ثلث مدينة رفح بريا، تفجر المنازل، تقترب أكثر فأكثر من وسط مدينة رفح، تمارس تدمير وقصف. اليوم قصفت بجوار المستشفى الكويتي، أصيب 5 من الأطقم الطبية، إضافة إلى أيضا ما تمارسه في جباليا ومنطقة الزيتون من جرائم، مقابر جماعية تكشفت عنها، قتل، تحرش بالنساء، عمليات يعني تدمير، منع للغذاء والماء، تعذيب للمعتقلين وبتر أطراف طبعا وغيرها. كل هذه الجرائم تؤكد على أننا إسرائيل ماضية في جرائمها، لن تتوقف إلا إذا تم تشكيل تحالف دولي واتخاذ تدابير تلزم هذه الدول الموقعة على اتفاقية منع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية، سواء منفردة أو جماعية، سواء بوقف هذه العلاقات مع دولة الاحتلال أو بالتدخل.
يعني هم معاهم الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أن دول كبيرة زي آن الأوان. إنجلترا، فرنسا، نعم ألمانيا؟ نعم نعم وإن كانت تراجعت هذه الدول، لاحظت موقف فرنسا وموقف بعض الدول في التغيير في التصويت لصالح فلسطين، ولكن هذه دول استعمارية ذات خلفية استعمارية، هي بالأساس دعمت إسرائيل ولا تزال، باعتبار أن إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة لها في المنطقة لإعاقة يعني على الأقل وحدة العرب. أما عن قمة المنامة، الجميع يتطلع إلى قمة يعني قمة قرارات وليست قمة يعني شعارات وقمة كلمات، وعلى أهمية هذه الكلمات. اليوم الكلمات مهمة، وإن كان في ارتقاء في لغة الخطاب المصري والعربي، ومصر قاطرت الفعل العربي. خطاب الرئيس السيسي اليوم غير مسبوق، يعني كان وجه مجموعة من الرسائل وهذا مهم ونثمنه، سواء في إدانة جرائم الإبادة الجماعية وفي التحذير من سياسة حافة الهاوية ومن التأكيد على منع تصفية القضية الفلسطينية، وأيضا من ضرورة اتخاذ خطوات تدعم مسار جنوب أفريقيا وما اتخذته مصر من انضمامها وإعلان الانضمام إلى مسار دعوة جنوب أفريقيا. في ظل هذا المسرح الدولي، إسرائيل أكثر عزلة، الولايات المتحدة الأمريكية أكثر عزلة، حتى أن سياساتها الداخلية باتت يعني تشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية إزاء خطابين متناقضين، لحظة تقول مع داعم لإسرائيل ولحظة أخرى هي تقول ضد استهداف المدنيين وضد احتلال قطاع غزة وضد توسيع العمليات وإلى آخره. وهذا يأتي في الإطار أولا الاستجابة إلى عاملين للضغط، اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وحركة الاحتجاج وتخفيفها في ظل اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من انتخابات أمريكية يحتاج فيها الرئيس بايدن وترامب في إطار الصراع إلى أصوات يعني غالبية الشعب الأمريكي. الجانب الثاني أن إسرائيل الآن في ورطة، كما لاحظت بالأمس نوع من التراشق بين العسكريين والسياسيين الذين يقولون أنه لا فائدة، الحرب استنفذت أغراضها ولم يعد بالإمكان استمرارها بهذا الشكل ودون الاتفاق على ما يعرف باليوم التالي. واليوم التالي هو الأمر، اليوم التالي هو يوم فلسطيني، الأصل أن الفلسطينيين يسعون في نضالهم من أجل حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمة القدس وضمان عودة اللاجئين، فهم يتعرضون، وبالأمس ذكرى النكبة 76 يتعرضون إلى ظلم تاريخي منذ 76 عاما. لذلك متوقع غدا بعد انتهاء المرافعات والكذب الإسرائيلي المتوقع في المرافعة كما ذكرتي، ولأن الشواهد ثابتة وفريق جنوب أفريقيا غاية في الاحتراف والمهنية ولديه من الشواهد والأدلة ما يشير لذلك، وهذه الجريمة طبعا على الأرض. على الأرض وعلى الهواء، هذه بثت على الهواء، وبالتالي متوقع أن تستجيب المحكمة إلى ثلاثة تدابير طلبتها جنوب أفريقيا: وقف اجتياح مدينة رفح والانسحاب من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإدخال الفرق الإنسانية والسماح لها والصحفيين أيضا الذين يمنعون من دخول قطاع غزة، ثم أن تقدم دولة الاحتلال الإسرائيلي تقريرا للمحكمة عما فعلت خلال أسبوع، أي لا تطيل كما فعلت المحكمة بالمرات السابقة خلال شهر حتى يكون بالإمكان مواكبة هذا العمل، وبالتالي متوقع أن تستجيب لها. أما قمة المنامة بقراراتها هناك تطور لافت، أنها عدا عن مطالبتها بمؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، هي لأول مرة تطالب بسقف زمني لإنهاء الاحتلال وترهن بتوفير قوة حماية دولية. هذا التطور اللافت الجديد في الخطاب العربي وفي العمل، وهذا يدل على تكتيكات الدبلوماسية السداسي العربي الذي شكل في إطار متابعاته مع العالم ومن أجل ضمان على الأقل المرور إلى دولة فلسطينية مستقلة. من آخر نقطتين وأروح لمؤتمر السلام اللي كان فيه مطالبة بيه النهاردة. مؤتمر سلام علشان يحقق إيه؟ ايه المأمول منه وايه اللي منتظر انه يعمله؟ ما عملتوش مؤتمرات سابقة، قرارات موجودة بالفعل واجتماعات لأطراف عدة معنية بالقضية الفلسطينية. يعني أنا أتصور أنه المؤتمر الدولي للسلام اللي دعت ليه القمة العربية وقراراتها النهاردة هو يعني يأتي في إطار البناء على مؤتمر القاهرة للسلام، واللي كانت القاهرة دعت ليه يعني بعد أيام قليلة من اشتعال الحرب في 21 أكتوبر قطاع غزة. كان في القاهرة بالضبط، فأنا أعتقد أنه استكمالا لهذه الخطوة. مؤتمر دولي للسلام أنا أتصور أنه سيلاقي قبولا حتى لو لم يكن على مستوى الولايات المتحدة وإسرائيل، يعني الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بكل الطرق، إسرائيل وصلت في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية إلى نقطة يعني يصعب العودة منها، وزي ما أشار دكتور صلاح يعني توسعت اليوم بإرسال يعني كتيبة جديدة إلى داخل رفح الفلسطينية، فبالتالي لم تعد هناك نقطة للرجوع. لذلك أنا أعتقد أن المؤتمر سيلاقي قبولا على مستويات أخرى،
هذا سيجعل من إسرائيل أكثر عزلة على المستوى الدولي وليس فقط في محيطها الشرق أوسطي ومحيطها الإقليمي، وبالتبعية هذا سيؤثر على عزلة الولايات المتحدة، وأنا أتصور أنها في القريب العاجل لن تكون قادرة على أن تنفي أنها شريك في جريمة عزلة. الإبادة هتعمل الجماعية. إيه؟ خلينا نتكلم بصراحة، يعني يعني إسرائيل لا تأبه بالعالم، يعني ممثلها في الأمم المتحدة مسك ميثاق الأمم المتحدة كده وقطعه زي ما كل القرارات مش مهتمين بيها، عزلة أمريكا، هم قوة عظمى، عزلة يعني هيحصل إيه؟ يعني متوقع إيه الضرر اللي هيقع على إسرائيل من العزلة؟ هو يعني عمليا ممكن نتصور أنه العزلة الدولية ملهاش تأثير، ولكن على يعني على المستوى التاريخي لا، العزلة تؤثر، وتكوين صورة ذهنية مؤكدة عن الولايات المتحدة أنها شاركت في الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية يعني يضرب الكثير من المبادئ التي طالما نادت بها الولايات المتحدة، حرية وديمقراطية، بالإضافة طبعا لسجلها السيء في حقوق الإنسان في دول كثير في منطقة الشرق الأوسط وغيرها ممن دخلت إليهم بقوات الاحتلال وقالت أنها تدعو للديمقراطية. فلا، أنا بقول أن الصورة الذهنية اللي بتتشكل عن دول، وخلينا نفتكر الدول اللي اتهمت بممارسة إبادة جريمة الإبادة الجماعية على مر التاريخ هي حتى الآن تعاني من هذه الصورة ولا تستطيع أن تمحوها. يعني الإبادة الجماعية أنك تبيد ملايين أو تشرد ملايين، زي ما الدكتور كان بيتكلم عن عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة وعدد النساء، هذه جريمة لا تمحى يعني بالتقادم ولا تسقط بالتقادم. صحيح هي قوة عظمى ربما يعني لن تتأثر بمسألة العزلة على المستوى العملي، ولكن يعني هذه العزلة التي ستحيط بالولايات المتحدة حتى في محيطها يعني الغربي أو على مستوى الدول الأوروبية، لأن الاتحاد الأوروبي يتبنى خطابا مغايرا عن خطاب الولايات المتحدة، أعتقد أنها ربما تدفع باتجاه آخر مع وجود يعني أسباب أخرى داخل الولايات المتحدة تتعلق بالمظاهرات التي انتشرت في حوالي 40 جامعة. احنا النهاردة كنا بنشوف الطلبة الأمريكيين وهو يعني بياخد شهادة التخرج رافع العلم الفلسطيني، وده يعني انتصار كبير. أنا مش عايزة أقول لحركة حماس انتصار كبير للقضية الفلسطينية. صحيح. احنا من كام سنة ما كانش حد يتكلم عن القضية الفلسطينية، حل الدولتين، ما كانش حد يدرك حجم الجرائم اللي بيمارسها الاحتلال ده بقاله 76 سنة. فوجود يعني رأي عام دولي على مستوى الشعوب يدعم برأي عام دولي على مستوى الدول إذا ما تم الاستجابة إلى المؤتمر الدولي للسلام، أنا أعتقد أنه انتصار كبير ويفرض المزيد من العزلة على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. تمام، اسمحونا نخرج لفاصل ومن بعده هنتكلم عن القوات الأممية إلى أن يحين الوقت المناسب لإعلان الدولتين اللي هيستدعي أن يكون في طرف فلسطيني موحد هو ده اللي بيتكلم باسم الشعب الفلسطيني. والآن عندنا صوتين، خلينا نخرج لفاصل من بعده نكمل النقاش. السؤال المهم دكتور صلاح، هناك حماس وهناك فتح، أو خلينا نقول السلطة الوطنية الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بكل فصائله، والحديث عن قوات أممية في غزة حتى الوصول لحل الدولتين. النهاردة من سيتحدث باسم الدولة الفلسطينية باسم فلسطين ويمضي اتفاقات؟ هل الانقسام مرشح ان هو يكون في وحدة صف تفرضها الأحداث والمسؤولية الوطنية؟ ربما أقصى مشهد على الفلسطينيين ولا زال وهو جزء من استمرار عوامل النكبة هو الانقسام السياسي الفلسطيني. هذا الانقسام الذي جذوره تعود إلى انقسام الفلسطينيين بين اتجاهات النضال الوطني الفلسطيني، بين من يغلب التفاوض كأداة رئيسية إلى الوصول إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية، وقد ثبت أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط اتفاق أوسلو، وخمس سنوات كانت مدته لغاية نهاية 99 حتى ويكون الاتفاق على قضايا الوضع النهائي. إسرائيل استفادت واستغلت هذا الاتفاق في تكريس سياسة الديفاكتو والأمر الواقع، مزيد من الاستيطان، مزيد من التهويد، مزيد من الاعتقال، مزيد من حتى فرملة
دور السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة منذ هذه اللحظة سيطرت على منظمة التحرير التي هي ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وضعفت مكانة السلطة. وعند وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يستطع الرئيس أبو مازن ملء هذا الفراغ، رغم اتفاق في القاهرة في 2005 على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتبعها انقسامات من أجل إعادة المؤسسة الوطنية الجامعة وفق استراتيجية وطنية. فالفلسطينيين يريدون مشروعا وطنيا مجمعا عليه وقيادة موحدة، لكن السياسة الفلسطينية جمعت ما بين مكونات: حماس تريد كفاح مسلح، لم تكن تؤمن بأشكال النضال، كانت تحتاج في البداية إلى أن تكون بديل لمنظمة التحرير، صراع بين الفصائل الفلسطينية على الرؤية وعلى الأهداف. تكلل لاحقا باتفاق على البرنامج السياسي الذي أعلنت موافقتها عليه حركة حماس، وبالتالي اقتراب من الناحية السياسية بين حماس وفتح، ثم اقتراب في الحوارات الوطنية، ولكن لا زالت لغة التفرد هي من تحكم، سواء التفرد في إدارة الشأن العام بتحويل منظمة التحرير إلى جسم شكلاني لا يخضع إلى اجتماعات. لك أن تتخيل كل الكارثة التي تحدث في داخل قطاع غزة، لا يوجد لجنة تنفيذية تجتمع، تحولت إلى جسم استشاري، ولا يوجد مجلس وطني فاعل، ولا يوجد انتخابات، وعطلت الانتخابات. وكذلك في المقابل حماس كانت تدير قطاع غزة بشكل منفرد، وفي ظل هذا المشهد من الشراكة كان لابد من إعلاء الشراكة، ولكن الجميع توجه إلى مستوى من الشراكة. كانت هناك قيود واشتراطات من البعض، الرئيس يعيق طارة، حماس تعيق طارة، في النهاية بغض النظر من المعيق ومن المعرقل الشعب الفلسطيني متضرر. لذلك المطلوب 8 أشهر من العدوان لم نستطع أن نجتمع، الآن اطلبوا العلم ولو في الصين، الآن بطلبوا المصالحة ولو في الصين. الصين تتدخل، مصر تدخلت مرارا وتكرارا في اتفاقات لو تم احترامها لكان وضعنا الفلسطيني مختلف. آخرها كان في اتفاق الإطار الذي بلور مصريا على 3 مراحل، كان حديث عن حكومة تنقرات أو كفاءات وطنية، للأسف السلطة والرئيس أبو مازن طلب شطب هذا البند، وثم شكل حكومة منفردة دون أن تكون حكومة كفاءات وطنية تضم الكل. ليس شرطا أن تكون فيها قيادات أولى من التنظيمات السياسية، ولكن للأسف كان هناك رهان على الأمريكي والإسرائيلي في استمرار مسار التسوية، إضافة إلى أن قرارات الرئيس أبو مازن يقول اليوم أنني أريد تطبيق قرارات الإجماع الوطني، ما لو طبقها لانتهت الانقسام. هذه القرارات تقوم على سحب الاعتراف في دولة الاحتلال وضمان التحلل من قيود والتزامات اتفاق أوسلو والبدء بتدويل الصراع، وهذا يضم على بناء على موضوع قوات الحماية الدولية والمساءلة والمحاسبة وتدويل الصراع أيضا في إطار استراتيجية وطنية، بما يعظم من قدرة الفلسطينيين على توظيف مكتسبات مكانتهم القانونية التي حصلوا عليها سواء كعضو مراقب أو الآن عضوية كاملة، وإن كانت لغاية الآن لا تملك حق التصويت. لذلك نحن أمام عالم يعني محكوم بميزان قوى وندرك ذلك، وليس محكوم بمنطق الحق والعدل. لذلك في ظل هذا المشهد الآن مطلوب إعمالا لكل القرارات وارتقاءا ومسؤولية وطنية للمسؤولية الوطنية، وأيضا احتراما لهذه الدماء الطاهرة التي نزفت في قطاع غزة وفي كل مكان من الأراضي الفلسطينية، أن يكون هناك اتفاق وطني على حكومة وحدة حكومة الدولة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني. بعيدة ولا قريبة؟ هي قريبة إذا ما الشعب الفلسطيني فرض إرادته لغاية الآن، والاقتراب أكثر لأن كذلك السلطة الفلسطيني يبدو رهينة طبعاً لحماس، رهينة طبعاً لخلافات طبعاً طبعاً مع السلطة، رهينة لإسرائيل ونتنياهو المجنون. طبعاً في هناك حالة من الضعف خضع الشعب الفلسطيني فيها إلى نوع من الاحتواء والقمع، وبالتالي تراجعت همته في هذا المجال. ولكن الآن هناك إدراك من السلطة أن الرهان على السياسات الأمريكية رهان واهن، هي راهنت على موضوع الدولة، صفعت بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، وبالتالي لابد أن نذهب إلى المصالحة الوطنية على قاعدة إعادة بناء كل مكونات النظام السياسي سواء السلطة أو منظمة التحرير التي هي لكل الفلسطينيين، وهذا يتطلب دخول حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى المنظمة والاتفاق على استراتيجية وبرنامج وطني. فيما يتعلق بالقوى الدولية، وهذا موضوع مهم، وربما أنا كتبت عن هذا المجال كتاب بالحماية الدولية ارتباطا بتوظيف قدرة الفلسطينيين قانونيا على مسار المساءلة. مطلوب تفعيل المساءلة عبر محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل، وأيضا باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية. أما في الحماية فلدينا طريق: دعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف للقيام بواجباتها في اجتماع لتطبيق المادة 3 من حماية الاتفاقيات في كل زمان وفي كل مكان، والمطالبة بدولة حامية في ظل حتى طرد الصليب الأحمر من مناطق العمليات التي تحدث. أما الجانب الثاني فلدينا صور في التاريخ، من بينها فلسطينيا في 1956 أقر قرار بإيجاد قوة دولية في داخل قطاع غزة،
وهذه القوة الدولية يعني عملت لفترة، ولكن الشعب الفلسطيني في غزة خرج مظاهرات لمطالب بإخراجها وإحضار مصر، لأن مصر أقرب إليهم وأكثر قدرة على تلمس همومهم واحتياجاتهم. ثم كان لدينا قرار إبان باروخ جولدشتاين عندما ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي هذا المتطرف والسفاح، فأخذنا قرار، ولكن السلطة في ريانة على اتفاق أوسلو حولت هذا القرار لمجلس الأمن، وحولت فرق الحماية الدولية لفرق كشافة، يعني فرق ترصد وتسجل. أما أخيرا فيما يتعلق بهذا الموضوع عربيا، نحن الفلسطينيين ينظرون إلى قوات الحماية إذا كانت تأتي لتعميق الاحتلال فهي مرفوضة طبعا. أما إذا كانت تأتي في إطار خطة لإنهاء الاحتلال فيجب احترام هذا الإرادة. هذا يتطلب الذهاب بصيغة متحدون من أجل السلام، ضمان محكمة خاصة لمحاكمة الاحتلال منذ عام 48، ضمان تعويض الفلسطينيين، وضمان خطة لقوات حفظ سلام مستفيدين من حالة كوسوفو وتيمور الشرقي الأقرب للحالة الفلسطينية، وثانيا ضمان مسار لا رجعة فيه كما تقول كل المقاربات العربية لدولة فلسطينية تنتهي في عام أو في عامين أو في 3 عام، بمعنى تفرض دوليا. هذا الأصل أن يكون بقرار من مجلس الأمن، ولكن ندرك أن هذا القرار قد لا يكون حاضرا بصيغة، لأن هناك الولايات المتحدة الأمريكية قد تستخدم حق النقض الفيتو، ولكن في تراكمات المشهد والتغيرات في السياسة الدولية غزة وفلسطين غيرت العالم، غيرت صحيح. الإنسانية، واليوم في ظل هذا المشهد وتراكمه يمكن أن نحصل على مثل هذه الأدوات إذا موظفنا الأدوات بالشكل المطلوب. المشكلة كانت ولا تزال أن لك أن تتخيلي مصر مشكورة تذهب إلى محكمة العدل، وجنوب أفريقيا وثمانية دول أخرى فلسطين ليست من بينها، ومحكمة الجنايات فلسطين ليست من، هذا فقدان الإرادة القيادية في الأول. ولذلك المطلوب أن نبادر في إطار التدويل، أن نبدأ، نحن حصلنا على التدويل من أجل أن نذهب إلى التدويل، والتدويل والتفاوض لا يلتقيان في جانب كبير، لأنه أنا بدي أحط مقاربة أتفاوض عيش سهل. أنا بدي دولة في حدود الربع من حزيران بدي أجسدها، ما بدي أعود لمسلسل تفاوض جديد. أنا بدي أطالب الاستيطان جريمة حرب، العدوان الإسرائيلي على ما يحدث جريمة حرب. ولاحظي حتى في طلبات فصائل المقاومة الفلسطينية طلبات يعني إلى علاقة بتدفق مساعدات إنسانية، وقف إطلاق النار، انسحاب كذا، هي يعني مرتبطة بحقوق أكثر وقرارات دولية أكثر منها. المسار السياسي والدبلوماسي مهم ولكن في مجهود كبير. عايزين نتكلم على مسارات أيضا مهمة ممكن تمشي بالتوازي وياريت أسرع كمان، وقف إطلاق نار ودخول مساعدات. كان النهاردة في كلمة الرئيس السيسي يعني نقدر نقول إيه، مش رسائل ولكنها إدانة واضحة للمجتمع الدولي ووضعه قدام حقائق على الأرض ليها علاقة بإن المساعدات بتنفد خلاص بتخلص الأونر، وسمعنا في البرنامج إنه خلاص بدأوا يقفلوا ما عندهمش حاجة يقدروا يقدموها. في رأيك مع الكلام عن ما ذكرتيه من موضوع ان في عزله في ضغوط دوليه الداخل الامريكي بيتغير، هل ممكن ان احنا نلاقي او نوصل لحل وقف اطلاق نار حتى لو وقف مؤقت اكتر من هدنه، ادخال مساعدات، معابر بتتفتح بسبب ان غزه بتغير وان في ضغوطات دوليه وان في محكمه عدل دوليه، ولا الموضوع صعب زي المسار السياسي هياخد يعني نفس طويل؟ ممكن أكون بتبنى نظرة يعني ممكن واقعية، مش عايزين نقول تشاؤمية، بس يعني أنا في تقديري طالما الولايات المتحدة موجودة إسرائيل محمية، حتى محكمة العدل الدولية وإن كانت قراراتها ملزمة ولكن هي لا تمتلك الآليات على إنفاذها. هذا بالنسبة لمحكمة العدل. حتى كلام عن الجسر أو الميناء البحري اللي هتدخل منه مساعدات، دي حاجات شكلية في رأيك يعني؟ لا، حتى الآن الميناء البحري لم يدخل فيه نطاق العمل بالضبط، مع انه المفروض انه خلص بالضبط. يعني كان هناك حديث انا ربما الولايات المتحده تراجعت عن هذا الامر لانها قلقه من ان تكون يعني لوجستيا متواجده على هذا الرصيف او على هذا الميناء، قلقه من الاوضاع في الداخل الفلسطيني او في قطاع غزه. لكن بالعوده الى محكمه العدل الدوليه، هي غير قراراتها ملزمه ولكن غير قادره على او لا تمتلك الاليه على انفاذها. المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن لم تصدر مذكرة اعتقال ولا بحق رئيس الوزراء ولا وزير الدفاع ولا رئيس الأركان بسبب التهديدات التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية. هل التغيير ممكن يكون من داخل إسرائيل، الانقسام اللي عندهم، المشاكل اللي جوه قيادات الجيش المختلفة واختلافهم مع السياسيين في إدارة الحرب واللي بيحصل على غزة،
نعول عليه يعني لو كل الباقي صعب يعني؟ يعني أنا أتصور أنه صعب نعول عليه، لأنه إسرائيل طالما كان عندها الثنائية دي اللي هي خلط السياسة أو خلط الشؤون السياسية بالشؤون العسكرية، يعني إحنا عندنا النهاردة وزراء اليمين المتطرف اللي هم أعضاء في الحكومة دايماً بيتكلموا في الشؤون العسكرية ليست اختصاصهم، فالخلط ده كان ثنائية دايماً موجودة داخل إسرائيل. أنا لا أعتقد أنها مؤثرة إلى هذه الدرجة يعني في سير العمليات، بدليل أنه يعني العملية الموسعة في رفح هي تسير بنفس الوتيرة، ربما هي مرحلية ولكن سيكون هناك توسع داخل رفح الفلسطينية. فأنا يعني تقديري أن الولايات المتحدة طالما ظلت تحمي إسرائيل لن يكون هناك حل لما يحدث. حتى تحذيرات القاهرة لاحتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح ورفض مصر للتنسيق مع إسرائيل وإرسال هذه الرسائل للولايات المتحدة ولوزير الخارجية الأمريكي لم تردعها، ولكن على العكس حملت إسرائيل المسؤولية للقاهرة وقالت أن القاهرة هي التي تتخذ الفلسطينيين رهائن داخل قطاع غزة، مع أن السلطة الفلسطينية رفضت التنسيق مع الاحتلال وقالت أنها لن تدير القطاع مدنيا تحت سلطة الاحتلال. وبالتالي أنا أعتقد أن الموقف المصري في هذا الإطار كان موقفا عقلانيا وسيستمر طالما ظلت إسرائيل تحتل المعبر من الجانب الفلسطيني. في آخر دقيقة في البرنامج دكتور صلاح، شايف الخطوة الجاية تكون إيه؟ الخطوة الأخرى أنه الشعب الفلسطيني يدرك رغم الكارثة الإنسانية أن إسرائيل أيضا في مأزق، رغم كل ما نراه من فضائع وحرب إبادة وعقلية انتقام. نتنياهو حول هذه الحرب لهدف بحد ذاته لبقائه وبقاء الطبقة السياسية. هناك صراعات داخلية في داخل دولة الاحتلال تؤثر في مجموعة العوامل، وهناك مطالبات ليس فقط بناء الحرب وإنما أيضا بإقالة حكومة نتنياهو. هناك الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم مما تبدو، هنا يجب أن نفرق بين دعم نتنياهو ودعم الدولة في جانب، وهي تريد تغيير نتنياهو حفاظا على صورتها ومنعا لمزيد من العزلة. نحن أبزاء سيناريوين، إما تستنفذ إسرائيل خياراتها وهذا واضح من رأي الجيش، ولتذهب إلى طلب الوساطة المصرية من جديد والوساطة القطرية للوصول، والسيناريو الثاني أن نذهب إلى حرب استنزاف طويلة وتتوسع فيها أفق الصراع وتتراجع فيها علاقات إسرائيل في المنطقة، بما يعيد العلاقات أولا إعادة تعريف العلاقات العربية الإسرائيلية في جانب، وفي ذات الوقت يضمن تنامي ميكانيزمات وأدوات عمل في جوانب أخرى تضمن على الأقل وقف هذا الحرب وهذا العدوان. وأيضا أخيرا يعني في تدابير محكمة العدل الدولية من الأهمية بمكان أن نذهب إلى مجلس الأمن لإجباره على يعني إنفاذ قرارات محكمة العدل. هناك فيتو يجب أن، ولكن لازم نعمل الشغل لنعمل يعني علينا صحيح. لأنه كمان لأول مرة دعونا نجعل الولايات المتحدة الأمريكية تصوت ضد قرار محكمة عدل، وفي هذه الحالة ستصبح أصلا دولة مارقة. وقرار محكمة العدل ولد مفاعيل كبرى في العالم، من بينها حركة مقاطعة وحركة تضامن أعلى. الجميع عليه أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية، وأيضا مصر عليها أن تقود هذا الدور بحكمها رائدة في المنطقة العربية، وكل التقدير لدورها. على حضوركم بشكر دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا، أشكر متابعة حضراتكم لينا هذه الليلة، في أمان الله.